الهاتف الدكتور محمد الصغير مستشار وزير الأوقاف الشرعي. برحب بيك يا دكتور محمد. أهلا ومرحبا. دكتور محمد، يمكن تابعنا لحضرتك كتابات على تويتر ودعوات بالانضمام إلى الاعتصامات أمام السفارة. حضرتك نشدت كل أحرار العالم إن هم ينزلوا ويتضمنوا ويرفضوا تنفيذ أحكام الإعدامات، صحيح يا دكتور محمد؟ آه طبعا، وأنا لو كنت في تركيا كنت سأكون أول المتظاهرين والمعتصمين للمطالبة بوقف هذا النهر الجاري من دماء المصريين الذي بدأ به عبد الفتاح السيسي حكمه في مصر. عبد الفتاح السيسي ركب باخرة الانقلاب ولكن لم يجريها على الماء وإنما أجراها على الدم. نعم. بداية بالحرس الجمهوري والمنصة ومجزرة القرن في رابع والنهضة، واستمر ذلك في شوارع مصر وفي ميادينها وفي سجونها، ففي كل فترة يشيع من أحرار السجون القابضين على الجمر من يقتل بالإهمال الطبي المتعمد، وليس إهمالا بمعنى الإهمال ولكن هو إهمال في صورة العمد. ولكن اللافت للنظر أنه مثل عبد الفتاح السيسي في هذه الأوقات وهو يسعى إلى دفترة الانقلاب وأن يجعل من وجوده كمنقلبا أمر دستوري بقوة الدستور وليس بقوة الواقع، المفروض في السياسات أنه هو يكون مرحلة إرخاء، مرحلة عدم جذب حتى تمر له هذه التعديلات. ولكن نعم. هذا الرجل جاء بمخطط ضد الشعب المصري وضد تراب مصر وضد جزر مصر وضد نيل مصر، فهذه رب ضارة نافعة على كل أبناء الشعب المصري أن يقفوا لهذا الرجل وأن يقفوا لمسلسله في قتل الأبرياء من شباب مصر. ولعل وقوفكم الآن أمام القنصلية يذكر أحرار العالم الذين انتفضوا لقتل جمال خاشقجي في القنصلية المجاورة لكم، قنصلية المملكة العربية السعودية، فنحن نقول للإعلام ولمن انتفض وهو محق في قتل خاشقجي أوقفوا 9 خاشقجي يريد عبد الفتاح السيسي أن يذهب بهم إلى مقصلة الإعدام فجر اليوم، وقد قتل على الأسبوع الماضي أكثر من 9، ناهيك عن يعني نهر الدم الذي يجري في سيناء ونحن نذكره وهو كذوب، نقول له لقد وعدت أن تخلي سيناء من الإرهاب في 3 أشهر، فإذا بك تخليها من سكانها وتتركها للطيران اليهودي يمرح فيها حيث يشاء. أين ما وعدت به في سيناء وقلت إنه إرهاب محتمل وقد مر على ذلك 6 سنوات؟ ليس أمام الشعب المصري رفاهية التأخير، وعلى القيادات المصرية وأصحاب الرأي أن يخرجوا من قواقعهم وأن يتركوا القيادات المتكلفة التي لم تقدم شيئا في 6 سنوات، وأن يتقدم الشباب هذا الحراك الثوري رب ضارة نافعة. أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد الصغير.